اليوم تحتضن فعاليات مهرجان ظلال الطف في نسخته الثانية. هذا المهرجان الذي حط رحاله في ميسان، جمع محافظات العراق الحبيب، أيضا جمع الدول العربية الشقيقة المجاورة. اليوم هذا المهرجان هو مهرجان عربي، هناك لجنتان تحكيميتان أخذت على عاتقها فرز الأفلام التي يتكون عددها من 63 فيلم. أنتجت لجنة المشاهدة عن فرز 21 فيلم، ستتنافس هذه الأفلام على الجوائز الأولى، الأول والثاني والثالث، وأيضا الجوائز الفرعية. هم نشكر لواء 27 بقيادة الحاج يوسف الطليباوي وجميع القائمين ونقابة الفنانين على إقامة هذا المهرجان العالمي الدولي. طبعا المهرجان برسالة يجمع بين تضحيات الحشد والطف، وهذا أعتقد أنا باعتقادي الشخصي هذان العملان وهذان الشيئان لا يفترقان، لأن الحشد هو امتداد للطف والإمام الحسين وتضحيات الإمام الحسين ومعسكر سيد الشهداء صلوات الله تعالى عليه في هذا الزمان الذي تمثل ببطولات أبنائنا وإخواننا في الحشد الشعبي المقدس. هذا الربط الكبير بين الماضي وبين الحاضر وأفق المستقبل دلالة على الاهتمام الكبير الذي يقدمه جميع الأخوة الأعزاء في الحفاظ على بطولات حشدنا وتلك الدماء الزكية التي سالت على أرض هذه الوطن لكي يحفظوا البلاد ويحفظوا العباد.